السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء طلبة الصف السادس، نكمل إليكم موضوعنا السابق، وسوف نأخذ الآن مسائل رياضية لقياس حرارة التفاعل المنبعثة أو المتحررة من باستخدام جهاز المسعر. السؤال، أرجو أن تتابعوني أعزائي الطلبة وتأخذون ورقة وقلم ودفتر لكتابة المسألة التالية. السؤال هو عزيزي الطالب، إذا تم حرق 3 غرام من مركب الهيدرازين، المركب الهيدرازين اللي هو رمزه N2H4، كتلته المولية تساوي 32 غرام على مول. هاي الكتلة المولية في مسعر مفتوح يحتوي على 1000 غرام من الماء. نستخدم الماء لأن استفاد من الزيادة في درجة حرارة الماء لقياس الحرارة المنبعثة. الحرارة النوعية للماء هي 4.2. كل سؤال ناخذه نفس الحرارة النوعية ثابتة له، غرام لسلميز. فإن درجة الحرارة ترتفع من 24.6 سلميزي إلى 2.8 سليزي. احسب كمية الحرارة المتحررة نتيجة الاحتراق والانثالبي لاحتراق 1 مول من الهيدرازين بوحدات كيلو جول على مول، على افتراض السعة الحرارية للمسعر مهملة. لاحظ عزيزي الطالب درس هذا السؤال، أرجو أن تنتبه، عندك كتلة المركب اللي أريد أشوف مقدار الحرارة المنبعثة من عنده. نستفاد من ارتفاع في درجة حرارة الماء، استفاد منه لقياس الحرارة المنبعثة. أنا درجة الحرارة ارتفعت من 24.6 سليزي إلى 28. إذا أيضا أستخدم نفس القوانين اللي استخدمناها سابقا، هو إيجاد الحرارة، وهي إيجاد الحرارة كيو، أقيس درجة الحرارة أول مرة اللي هي تي فاينل النهائي ناقص تي الابتدائي. هاي أول خطوة أسويها من أريد أقيس الحرارة باستخدام المسعر، وتساوي لي الحرارة النهائية هي 28.2 ناقص درجة 24.6، فألاحظ 12 ناقص صار 3 سلليزي. هذه الارتفاع التغير في درجة الحرارة، هل قد مقدار ارتفعت درجة الحرارة، نطرحها من الابتدائي. الخطوة الأخرى، أوجد كمية الحرارة المنبعثة وتساوي لي الحرارة النوعية في الكتلة في التغير في درجة الحرارة. استخدم هاي الخطوة الأخرى. احنا لمن نوجد الحرارة في الماء، اذا راح اخذ كتلة الماء، هنا ناخذ كتلة الماء واخذ الحرارة النوعية ومقدار التغير. اذا الحرارة النوعية للماء هي 4.2 في الكتلة الماء هي 1000 غرام في مقدار 3.6 التغير نتيجة اجراء الحرارة، راح تطلع لي وحدتها بالجول احنا كما سوينا، و 15000 تطلع لي
تطلع 120 جول. عزيز الطالب، بما احنا دنوجد كمية الحرارة المنبعثة او المتحررة، اذا الكيو راح تكون بالسالب. المتحرر احنا اخذنا التفاعلات المتحررة تكون بالسالب بالجول، فتكون اشارتها سالبة. فاذا وجدنا كمية الحرارة، هو شيء. الخطوة الاخرى عزيز الطالب، احول كتلة الهيدرازين الى مولات. احول الهيدرازين، وممكن احولها الكتلة، نقول عدد مولات الهيدرازين تساوي الكتلة على الكتلة المولية، عدد الكتلة على الكتلة المولية، وتساوي كتلة الهيدرازين الموجودة بالسؤال هو 3 غرام، والكتلة على 32، ومن أجي أقسمها 94 صفر مول بالألف، 94 بالألف مول. هذه عزيزي الطالب عدد المولات اللي اعطتنا هاي الحرارة، عدد المولات اللي اعطتنا هاي الحرارة إذا أريدها لمول واحد. فأنا ممكن أحول هذا عزيزي الطالب المن إلى كيلو جول، أحوله إلى كيلو لأن هو يريده بوحدات الكيلو جول، وتعلمنا بالدرس السابق شلون أحوله إلى كيلو جول، إنه أقسم يعني الكيوب الكيلو جول. راح أجي أقسم سالب 15,120 على 1000، فيطلع لي من أجي أقسم، لاحظ عزيزي الطالب 15.12 سالب كيلو جول. عزيزي الطالب، بما أنه تم قياسه بمسعر مفتوح أي بضغط ثابت اللي هو الضغط الجوي، فإذا كمية الحرارة راح تساوين الإنثالبية، لأن يعني إحنا منعرفنا الإنثالبية هي نفسها كمية الحرارة في إذا تحت ضغط ثابت، أي أنه بما معناه دلتا اتش راح تساوي لي كيو بي، أي بما تساوي سالب 15,200 كيلو جول. هذه كمية الحرارة التي تبعثها هل قد مقدار من المولات إذا أريدها بواحد مول. هنا عزيزي الطالب، أما تستخدم النسبة والتناسب، أي بما أخذها يعني دلتا اتش مع عدد المولات، عدد المولات يعني في حالة أنه أنا كمية الحرارة اللي هي سالب 15,200 في قد مقدار كمية الحرارة 0.094، أو إذا أنا ردتها بواحد مول هاي بالمولات إذا جت تطيني، فأسويها نسبة وتناسب فتطلع لي إذا، أو أستخدم قانون ثابت دلتا اتش ار لمول واحد تساوي دلتا اتش للمول مولات السؤال على إحنا كمية الحرارة على عدد المولات، وتساوي لي دلتا اتش اللي هي سالب 15,200 على عدد المولات اللي احنا وجدناها، هذا عزيزي الطالب 0.094 بالالف، وتساوي دقي بالتقريب من اجي اقربها اقول 161 كيلو جول لكل مول، لان احنا بدنا نطلعها لمول واحد. عزيزي الطالب، أعيدها إليك، عندما يطلب منك كمية الحرارة المتحررة أو المنبعثة باستخدام جهاز المسعر، استخدم نفس الخطوات اللي استخدمناها لقياس الحرارة. أول شيء راح يعطينا ارتفاع في درجة الحرارة، التغير في درجة حرارة أو التغير الفاينل ناقص التغير الابتدائي نتيجة الطرح، أعرف مقدار الارتفاع بها التغير. إذا إحنا المسعر، فكرة المسعر أهميته شنو؟ إنه مقدار الزيادة الحاصلة بالماء، زيادة في درجة حرارة الماء، هو اللي استفاد منها لقياس حرارة المنبعثة. فطلعنا مقدار التغير في درجة الحرارة، ثم أوجد كمية الحرارة المنبعثة وتساوي لي، وجدنا بإجراء هذا القانون والحسابات وجدنا 15,120 بالجول. إذا أريد أحوله إلى كيلو جول، أقسم على ألف تطلع لي بوحدات الكيلو جول. ومن ثم أنا أريد أوجد هاي الحرارة في قد مقدار المولات اللي حررت، هذه كمية الحرارة اللي اعطتني 3 غرام على 32 كتلة المولية للهيدرازين، والكتلة غرام
يطلع لي 94 بالألف المول. إذا كمية اللي اعطتني هاي الحرارة هو يد مقدار عدد مولاتها 94. إذا أنا ريدت بواحد مول كيف يكون؟ فأطبق هذه النسبة والتناسب. عزيزي الطالب، بما أنه دلتا اتش ار الحرارة التفاعل قلنا تساوي الحرارة في ضغط ثابت، وإحنا نقيسها بمسعر مفتوح أي تحت تأثير الضغط الجوي الثابت، فلذلك راح تكون المثالبية أو كمية الحرارة المبعثة هي نفسها الكيو بي، ويكون مقدارها 15 ورا ما قسمت 15 على صحيح أو 102. عزيزي الطالب، ناخذ مثال آخر حتى تتوضح الصورة إليك أكثر. مثال ثاني، أرجو أن تتابعني وتحاول تحل خطواته، لأن نفس الخطوات تطبق، تحاول تحلها حتى تستفاد أكثر بالسؤال. سؤال أقول: إذا تم حرق عينة كتلتها 1.5 غرام من حامض الخليك، كتلته المولية تساوي 60 غرام على مول. هاي الكتلة المولية لحامض الخليك بوجود كمية وافرة من غاز الأكسجين، وكان المسعر يحتوي على 750 غرام من الماء. هذه كتلة الماء عزيزي الطالب، هذه كتلة الماء. الحرارة النوعية كما في الدرس في السؤال السابق، الحرارة النوعية هي ثابتة 4.2 جول غرام سيليزي، هاي الحرارة النوعية للماء. فارتفعت درجة حرارة المسعر من طبعا المسعر ومحتوياته من 24 سليزي إلى 28 سليزي. احسب كمية الحرارة التي يمكن أن تنبعث. لاحظوا بناتي وأبنائي، من يقول لي تنبعث يعني أنت تخلي إشارة سالب، لأن متحررة. تنبعث نتيجة احتراق مول واحد من الحامض، على فرض أن السعة الحرارية للمسعر مهملة. لاحظ عزيزي الطالب، هنا نفس الخطوات أطبقها. أول خطوة ايش راح أسوي؟ راح توجد التغير في درجة الحرارة. عندي هاي كتلة الحامض الخليج وهذه الكتلة المولية، هذه 750 هذه كتلة الماء. فأول خطوة راح نجيها بس هنا حتى نواضحها، 750 هاي 750 غرام، تمام. فأول خطوة راح أوجد التغير في درجة الحرارة، مقدار التغير T final ناقص T وتساوي لي درجة الحرارة عندي من 24 ما إذا النهائي هي 28 ناقص 24 وتساوي 4 سليزي، هاي مقدارها. ثم نجي نطبق القانون Q تساوي الحرارة النوعية في الكتلة في التغير بدرجة الحرارة. أجي أعوض الحرارة النوعية موجودة عندي اللي هي 4.2 في الكتلة 750 في 4 وتساوي إجراء الحسابات 106. عزيزي الطالب، هنا هذه طلعت لنا بالجول، وقلنا بما أنه حرارة منبعثة لازم أخلي إشارة سالب،
يعني ليه؟ لأنه حرارة دلتا اتش راح تساوي لي كيو بي، لأن تحت ضغط ثابت، تحت ضغط ثابت، فإذا الحرارة الانفعالية تساوي الكيو بي. وليش خلينا، ليش وضعنا سالب؟ ليش وضع السالب؟ لأنه حرارة منبعثة، حرارة تكون منبعثة فلازم تكون إشارتها سالبة. أحولها إلى كيلو جول. الخطوة الثانية عفية كيلو جول، شلون أحولها؟ ممتاز، إنه أقسمها على ألف، تابعني وياي، أقسمها على ألف، يعني إذا راح يصير دلتا اتش بالكيلو جول، الكيلو جول أقسم على ألف، 600 بالسالب على ألف، صفرين ويا صفرين تروح، فيصير عندي تساوي سالب 12.6 كيلو جول. هاي الحرارة المنبعثة، هاي الحرارة المنبعثة في شقد؟ الحرارة المنبعثة هذه في قد؟ في هل قد وزن؟ هل قد وزن؟ أوجد عدد مولاته. أقول عدد مولات المن الحامض، حامض الخلي CH3COO، ويساوي للكتلة على الكتلة المولية، الكتلة على الكتلة المولية، كتلتها هو مطينا اياها واحد وواحد ونص، على الكتلة المولية اللي هي 60، وتساوي احذف بارزة شظيف صفر، فيكون الناتج عزيز الطالب بوحدات المول 25 بالالف، هذه بوحدة المول. إذا كمية ال 25 بالألف عزيزي الطالب تعطيني حرارة هل قد مقدارها؟ هاي مقدار الحرارة اللي تعطيها في قد؟ 25 بالألف. إذا أنا أريد واحد مول كمية، أسوي رأسا دلتا اتش، ممكن رأسا بقانون دلتا اتش، هذه اللي أريد أوجدها لواحد مول، لمول واحد، ممكن نسوي بدلتا اتش على عدد المولات، وتساوي لي كمية الحرارة سالب 1012.6 كيلو جول على 25 هذه بالألف، من يطلع لي الناتج 504. عزيزي الطالب هذا بالكيلو جول. عزيزي الطالب إذا السؤال لم يطلب لك بالكيلو جول ممكن تبقيه بالجول، مو شرط أنه تحوله إلى جول، وإذا طلب منك بالكيلو جول ممكن تقسمه على ألف وتوجده بالكيلو جول. عزيزي الطالب إذا الخطوة الأولى قلنا نوجد التغير، والخطوة الثانية أوجد الحرارة، ومن ثم إذا مطيني بالكيلو جول أحوله أقسمه على ألف، ومن ثم بعد ذلك أوجد الكتلة، من كتلة المادة اللي اعطتني سببت التحدث كتلتها واحد ونص، أوجد الحرارة عدد المولات، وعدد مولات أوجدها. عزيزي الطالب ناخذ سؤال أخير، سؤال أخير على نفس الموضوع. التفاعل، سؤال آخر عندنا، وضعت 3 غرام من الجلوكوز، من مركب الجلوكوز، وهو سكر، مركب الجلوكوز C6 الصيغة الجزيئية H12O6. الكتلة المولية له، الكتلة المولية له تساوي لي 180 غرام على مول. في وعاء اللي هو المسعر في وعاء العينة، ثم ملئ بالماء، بغاز وعاء العين، ثم ملئ وعاء التفاعل بغاز أوتو، بس مساحة عفوا،
في وعاء التفاعل وملئ بغاز وفي بغاز ملئ في غاز أوتو وضع داخل الوعاء المعزول الذي يحوي على 1000 غرام من الماء. الحرارة النوعية كالعادة 4.2 بالعشرة، هاي حرارته النوعية. وكانت درجة الحرارة الابتدائية 80. أحرق المزيج وعند قياس درجة الحرارة وجد أن التفاعل رفع درجة حرارة المسعر إلى 25.5 سليزي. احسب كمية الحرارة بوحدة الحرارة بوحدة الكيلو جول، يعني احوله الى الكيلو جول. نتيجة احتراق 1 مول من الجلوكوز. علما ان السعة الحرارية للمسعر مهملة.